السلام عليكم اخت حسناء. عليكم السلام. شكات ليا مات مهلا لينا في الكليان. وي كون عارف شنو واقع من نهار حطينا التليفون ديال انفينيكس نوت 12 تليفون ما سكتش بالفعل واحد الاقبال كبير لدرجه سدت لينا الكميه وجبنا كميه جديده لانفينيكس نوت 12 بالفعل نقدروا نقولوا عليها قنبله الموسم. نعم ثم قنبله الموسم علاش حيت الثمن اللي جا بها بالفعل دابا حاليا في هذه الازمه اللي كيعرفها يعني سوق الهواتف وخصوصا ارتفاع الاسعار ما يمكنش تلقى شي نسخه ديال 8256 فقط ب 2350 درهم وبالفعل واحد القيمه مقابل السعر حيت بالفعل ديك المواصفات كتستحق اكثر من 2350 درهم. الانفينيكس نوت 12 كيف كتشوفوا سوقتو النسخة اللي فيها البروسيسور ميدياتيك هيليوس جي 96 8256 لقات واحد الاقبال كبير جدا وسنة لينا كمية جبنا كمية جديدة. ها هو هنا عندنا ايضا هاد النسخة ديال 628 هادي ب 2000 درهم حتى هي يعني كاين عليها اقبال ولكن هادي اكثر. اذا المراجعه انا ديجا حطيتها في القناه يعني اللي بغى يكتب فقط حسناء انفينيكس نوت 12 راه غادي تخرج لكم وصفتو يعني المقارنه اللي درت بين النسختين. المقارنه الوحيده يعني الفرق الوحيد هو ان النسخه ديال 256 جيجا فيها هيليوس جي 96 والنسخة ديال 628 فيها هيليوس جي 88. إذا كيف كتشوفوا الهاتف أنيق جدا شاشة أموليد بطارية ضخمة 5000 ميلي أمبير وشحن سريع 33 واط. إذا مرحبا بالجميع تواصلوا معنا فقط لي كومونتير اللي بغى شي حاجة راه الثمن موجودة 2000 درهم نسخة 628 و 2350 نسخة 8256 ومعها ثمن زوين هذا ثمن فوق زوين لي كادو جوج كادوات يعني سيبورا والكيل. مرحبا بالجميع.